معكم دكتورة منى الصيرفي من رئيسة مركز صباح السالم التخصصي. أنصح مرضى السكر بممارسة الرياضة يوميا لمدة نص ساعة، حيث أثبتت لنا الدراسات أن الرياضة تساعد على ثبات مستوى السكر في الدم وحرق الدهون، وتساعد في أن استجابة الجسم أفضل للإنسولين أو الحبوب. الابتعاد عن المشروبات السكرية، منها المشروبات الغازية عدل، والتقليل من شرب منها، تجنب التوتر لأن التوتر يؤدي إلى ارتفاع معدل السكر. ينصح بالنوم بساعات كافية وهي لا تقل عن 6 ساعات حتى تقلل من الإصابة بالسكري. كذلك الأغذية التي تحتوي على الألياف لتساعد الجهاز الهضمي، وبذلك تقلل من الإصابة بالسكري. نحن الأطباء عادة ننصح جميع الأصحاء والمرضى بتخفيف كمية الغذاء المتناول يوميا، والاعتماد على وجبات متنوعة وكميات بسيطة من الخضار والفواكه والبروتينات والنشويات وقليل من السكريات بالنسبة لمرضى السكر، ومشان ما يكون الوارد الغذائي كمية كبيرة ويعطي طاقة زائدة للجسم، بالتالي تخزين الدهون وزيادة الوزن، وهذا بينعكس سلبا على صحة الجسم سواء كان بالنسبة لارتفاع الكوليسترول، ارتفاع السكر، ارتفاع الضغط، وبعض الأمراض المتولدة عن زيادة الوزن مثل السمنة. وطبعا شرب الماء بكميات معتدلة ومناسبة للحفاظ على وظائف الكلى، وينصح بشرب كأس من الماء قبل تناول الطعام من أجل تسهيل عملية الهضم. وطبعا الوجبات تكون متعددة 4 إلى 5 وجبات باليوم بكميات قليلة، والابتعاد قدر الاستطاعة عن الوجبات المصنعة يعني سابقا مثل الوجبات السريعة يلي بتحتوي على نسبة عالية من الدهون وبعض المواد الضارة بالجسم يلي ممكن نستغني عنها بسهولة. إذا كنت من مرضى السكر وتستخدم الحبوب أو الإنسولين، يجب أن تحافظ على أخذها في المواعيد المحددة. ننصح مرضى السكر بشرب الكثير من الماء، لأن الماء ينقي الجسم من السموم وأيضا يخفض نسبة السكر في الدم. السكري مرض صامت، الفحص الدوري كتير مهم للوقاية من هذا المرض. وننصح دائما دائما ننصح مرضى السكر ومرضى الضغط، الوقاية خير من العلاج، دائما متابعة الحمية الغذائية والفحوصات الدورية وعمل الرياضة اللازمة حتى نقلل بقدر الإمكان من ارتفاع الضغط والسكر. أكثر شيء نحن ننصح مريض السكر دائما يستعمل الكريمات للقدم، يستعمل الزيوت، لأنه أفضل شيء لقدم السكر أنه يضل محافظ على القدم، لأنه القدم أكثر شيء مريض السكر بيهمله، خصوصا تبدأ بجرح بسيط بعدين بيصير بيعاني من تقرحات صعبة بالقدم، فيفضل دائما يستعمل الكريمات الدائمة بشكل باستمرار خصوصا بالليل، وبنهار أول ما يفيق الصبح يستعمل. السمنة هي أحد مسببات مرض السكري، وأيضا أحد مسببات بعض الأمراض السرطانية. فمن هون ندعي جميع المشاهدين يتجنب الأطعمة المشبعة بالدهون وتناول الأطعمة الصحية.